ورجعنا لكم بعد الفاصل. كنا بنتكلم عن الصفات اللي لازم تكون موجودة في شريك حياتك. هنكمل لسه معانا 3 نقط. أول حاجة وهي أن يكون عنده ثقافة الاعتذار، يكون بيعرف يعتذر. لما مش عيب أن الإنسان يغلط أو الشخص يغلط، بس يكون عنده ثقافة الاعتذار، لأن الرجالة بالذات بيكون عندهم الحتة دي صعبة، أن هو أنا أعتذر لها. أنا لازم يكون عنده الثقافة دي، ده صفات الراجل المحترم زي ما قلنا قبل الفاصل. لازم يكون عنده ثقافة الاعتذار، يعتذر لك، لما يغلط تيجي يعترف بغلطه، لأن الرجالة قليل قوي لما بيعترف بغلطه. تاني حاجة الأنا، انتي لازم تنامي بدري عشان تصحي تعملي لي كذا، انتي لازم تجهزي هدومي انا الاول، انا 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 انتي هتعملي لي انا. الانا والانانيه ما ينفعش تكملي مع شخص بالشكل ده، شايف ان انتي موجوده علشانه هو، يعني بمعنى اللي هو طلباته هو بس، حاجاته هو بس، فده شخص بيكون فيه صفه من الانانيه، مش كويس خالص ان انت تكملي مع حد كده. واخر حاجه الماديات، الماديات مش مقياس ان انت تقيمي الشخص اللي قدامك بالماديات، بس على الاقل يوفر لك عيشه كريمه. مش بنحط ليفل معين او مستوى معين او حاجات من دي، المهم ان هو يكون يعيشك عيشه كريمه على قد المستوى بتاعه. وفي النهايه انا عايزه اقول، هو كده احنا خلصنا النقاط اللي كنا هنقدمها، بس عايزه اقول ان دي حاجات مش بتضمن الحياه او مش بتضمن المستقبل، بس احنا بنقول لك حاولي بقدر الامكان ان احنا نحاول نقلل، عشان ده بعد كده هيقلل مشاكل، هيقلل حاجات كتير. وبكده هنكون خلصت النقاط بتاعتي. بس انا معايا ضيفتي النهارده اللي منوراني، استاذه انجي الدهشان، اهلا لايف بيكي. كوتش. اهلا بحضرتك، عامله ايه؟ الحمد انت لله، منورانا ومنوره الاستوديو كله. ربنا يخليكي، ده منورك. كنا عايزين نتكلم، هو موضوع حلقتنا يعني الفقره دي هتكون عن ليه الحب بيموت بعد الجواز. بس في البدايه انا عايزه اعرف يعني ايه فطور الاول، لان في ناس كتير ما تعرفش ايه هو الفطور. بصي، هو الفطور ممكن يبقى بالنسبه لك انت غير بالنسبه لي انا، كل واحد فينا الفطور بالنسبه له نسبي، بس اهم نقطه اللي بتجمع كل الناس هو ان احنا ما بنعرفش نتفاهم مع بعض، ما بنعرفش يبقى في ما بيننا لغه حوار، فدي اول باب للفتور. بعد كده بقى في بيبان كتير جدا، كل واحد فينا بابه مختلف عن الباب التاني، وفي 6 خطوات او 5 خطوات منها الفتور بيبتدي يموت. الراجل او الست اللي عندهمش اخلاق يبتدي يتكلم معاكي باخلاق انت ما بتقبليهاش، مش في كويسة ناس بيه. بتعلي صوتها ما بتقبلش انك تعلي صوتها، في ناس بتوصل انها بتشتم، في ناس بتوصل ان هي بتضرب، انها تهينك، كل ده بيبان من بيبان الفتور. كل واحد فينا على حسب هو بابه ايه، يعني انا ممكن اقبل انك تعلي صوتك عليا لكن ما اقبلش انك تضربيني، في ناس تانية بتقبل بس بتبقى بتتوجع من جوه، بس بتقبل، بس هي دي مش ما بيبقوش مجبورين على كده، يعني ما فيش اي حاجة تخلي انسان يكمل في علاقة هو متهان فيها، او زي ما حضرتك بتقولي. ده بيبقى احتياج، هي بتبقى محتاجة للعلاقة دي، ممكن تكون حاجة مرضية، بس أول باب من بيبان الفتور هي الأخلاق. الأخلاق بالظبط. تمام. تاني باب هي النفسية، ممكن أكون أي حد مريض نفسي ومش مكتشف أن أنا مريض نفسي، وبكابر أن أنا أروح لحد متخصص وبتعامل مع اللي قدامي بمرض النفسي اللي عندي. لو انا كويس كده وهكمل هو أنا على كده، كده، او مش انا أنا كده، انا كويس، كده، هو أنا هو كده، كده، ايوه. هو أنا كده. وده بيبقى لازم الطرف التاني يحس ان اللي قدامه مريض، مش بيتعامل كده مع عشان الانسان هو طبيعي. بالظبط انسان مريض. لو هو مش قادر يروح لحد متخصص، الطرف التاني اذا كانت راجل او ست حاول تبتدي المساعدة. تدور بقى ازاي تقدر تساعده لو كان هو يهمها، لو ما يهمهاش هي لازم تقف او طب هو ازاي يقف. اعرف ان هو مريض؟ يعني في لا، علامات معينة في أو علامات طبعا، اللي هو بيبقى مذبذب على طول، او هي اي حاجه بتاثر فيها فتعيط، ما بتعرفش تاخد قرارات، اسهل حاجه عنده ضرب مد الايد، ده مريض طبعا. اسهل حاجه عنده ان هو يعلي صوته، يقفل الباب يروح طالع، كل دول بيبقى ناتج عن ضغط نفسي في حاجة مش سوية في الشخصية. بالظبط كده. لو الطرف التاني ده هو مهم عنده، يحاول يبذل له مجهود، لان اي حد مهم عندك لو ما بذلتلوش مجهود ومشيتي هتزعلي، لكن لو بذلتي مجهود وعملتي كل اللي تقدري عليه بتمشي وانتي راضية عن نفسك. وانتي مرتاحة نفسيا، فلو هو مهم تبذلي مجهود، لو مش مهم بتقفي مع نفسك بتشوفي هو مهم بالنسبة لحياتك كام في المية عشان تقدري تاخدي قرارك.
اللي هو الأحسن أكتر، أو الحياة اللي امتى تقدري تمشي ازاي، تقدر تسيب العلاقة دي من غير لما تبقى علاقة صحية، نعرف بعد كده لو في ولاد نقابل بعض. الانفصال مش نهاية الدنيا، بس نهاية الدنيا لما بيبقى انفصال مش آدمي. بطريقة مش كويسة، بالظبط. محاكم ونجري نبهدل في بعض انا وحاجات عندي دي. مقولة ان انا سيرتي تبقى حلوة، يعني همشي بس يتقال عليا والله كان ابن حلال، والله انا عشت معاها ايام حلوة بس خلاص راحت. هي صعبة شوية بس لما بتقدري تعمليها بتلاقي نفسك، انت نفسك سيرتك بقت حلوة في الحياة. وخصوصا لو في ولاد او حاجه ما بيتاثروش بالحاجات اللي بنشوفها، بالظبط، لان يكونوا الولاد شايفين مهمين العلاقه جدا. محترمه وهاديه فبيكون احسن. بالظبط، لان الولاد مهمين جدا جدا انك انت تبقي طالعه قدامهم بعلاقه سويه. رقم بقى اتنين تلاته سوري، وهي حاجه مهمه جدا، العلاقه الجنسيه. العلاقه الجنسيه لما بتبقى بين الرجل والست ما فيش فيها متعه، بتبتدي الحب بيعيش مده من سنه لثلاث سنين ونص، هو هرمون الحب بيموت بعد سنه ونص، بعد سنه ونص لسنتين على حسب كل واحد بقى قدرته. الهرمون ده الحاله الجنسيه بيبرزه، نفس اللي بيطلع في حاله الحب هو برضو بيبقى موجود في الحاله الجنسيه. لا انا مش فاهمه الحته دي، اللي هو بعد سنه ونص من سنه ونص لثلاث بعد سنين الجواز الهرمون بتاع الحب ما بيبقاش موجود، اللي هو بقى اللي بحلم وبتنازل والحياه وردي وهو الحياه وهي ما اقدرش اعيش عايشين من غيرها، غيرها، بعد سنه ونص السنه ثلاث سنين مفيش. مفيش الكلام ده. ما فيش طب الكلام ده. ايه يعني بيبقوا يفضلوا كده؟ لا، بيجي بعديها بقى المودة والرحمة والطباع، وطباعنا شكلها ايه، طباعي بس وناس يعني معنى كده ان الحب بيموت من سنة ونص لثلاث سنين، لثلاث سنين طب وبعد كده بيكملوا ازاي؟ بيكملوا، بس لازم بقى ندور على بحياة تانية، بس ما فيش، بيبقى حب باسم تاني غير الحب اللي هو بتاع العشق. والخطوبة والحياة دي. بالظبط، الحياه بقى الورديه، وان انا ما اقدرش، حاضر ما تخرجيش، اوكي ما تلبسيش، ده عينيا، الله ده بيحبني، ده مهتم بيا، بعد كده خلاص بعد بقى كده بقى خلاص. طب انا عندي التزامات، هيجي في اطفال، هيجي في حاجات كتير، فبيبقى الحب بيبقى ليه مسمى تاني، مسمى اجمل عشان تكوني فاهمه. لما بنكتشف ان الراجل اللي قدامنا ده والست اللي قدامنا دي انا حابه اعيش معاها، حابب اروح البيت، حابب اكل معاها، لو في خلاف هي صعبانه عليا، هو بيوحشني، دي معنى للحب، بس معنى حلو، معنى بيدوم، معنى لما بتلاقي ناس بيكبروا بتلاقيهم بيخافوا على بعض، ولسه بيحبوا بعض بيحبوا جدا بعض. دول عرفوا معنى الحب الجديد اللي هو معنى احلى من العشق، لان العشق بعد من سنه ونص ثلاث سنين بيموت. بس النقطة دي يعني اللي هو مش موجودة قوي، يعني ايه مش موجودة؟ اللي هو انا عايز اروح البيت عشان اكل معاها، لا خلاص انا زهقت انا عايز اروح اكل مع اصحابي، لا او موجود، عايز قليل قوي لا موجود. قليل قوي. احنا بنحاول نوعي علشان ده. لا بصي، وانا بتجيلي حالات كتير في العيادة عندي، بس لما بيوصلوا ان هم يعرفوا نفسهم ويعرفوا بعض ويبتدوا يفهموا ان كل واحد ليه احتياجات، وكل واحد يملأ احتياجات الاخر، وكل واحد يقدر يتنازل شوية عشان الطرف التاني، الحياة بتبقى جميلة بجد. أنا مش بقول الكلام مش موجود، أنا بقول الكلام، موجود بس هو محتاج شوية مجهود. تملي بنقعد نقول خلاص أنا مش قادرة، أنا مش طايقة، أنا هتعب نفسي ليه؟ لكن انت ما بتعبيش نفسك عشانك بس، انت بتعبي نفسك عشان حياتك وولادك واسرتك اللي انت تعبتي فيها. زي ما انت قلتي في الخطوبه، احنا بنحضر حاجات كتير قوي، بنحضر الفرح والفستان والبيت والنيش وكل وكل حاجة. الحاجات دي، ما بنحضرش نفسنا، أيوة بننسى نعرف يعني ايه زوج وزوجة، بنسى احضر نفسي ابقى ندخل في امي. علاقة ومبسوطة بيها في الأول وخلاص، لكن شخصية حقيقة الشخصية اللي موجودة معايا ما بتكونش واضحة بصورة، يعني بصورة كاملة. لا ببقى عارفة ومغمضة. أيوة أنا قلت كده برضو، اللي هو ببقى في ناس ما بتبقاش شايفة فعلا، أو بتبقى شايفة الحاجة الكويسة فيه بس، وفي ناس بتبقى شايفة ومش عايزة تشوف. بيبقى فيه بقى أسباب مختلفة أكيد، كل واحدة ليها أسبابها يعني، بس في الحالتين هو غلط. هو في الحالتين، لان انا في حاجات رفيعه ما باخدش بالي منها، بيكلم مامته ازاي، بيتعامل مع اولاد اخته او اولاد اخوه ازاي، في غضبه مع اصحابه بيبقى ازاي، كل حاجات رفيعه دي انا ما باخدش بالي منها، انا بشوفها انا مالي،
انا ماليش دعوه بتعمل مع مامتي يعاملهم ازاي، بس ده بي المهم بيتعامل معايا ازاي. هو بيمثل عليها، لكن الحقيقه طريقته مع مامته، طريقته مع باباه، مع اخواته، مع اولاد اخواته، عنده طوله بال ما عندوش طوله بال، مع اصحابه جدع مش جدع. هل عرفت ان هو كريم ولا مش كريم؟ هو دي حاجات ما بناخدش بالنا منها، ما بناخدش بالنا منها، بنبقى لابسين نظاره بامبا. ايوه اللي هو شايفين من بعيد كده. بالظبط كده، لكن لما بقلع النظاره وبشوف هو بيتعامل ازاي ساعتها. بس انا اللي انا بستغرب ليه بيكون في الوقت ده، انا عارفه ان هو، بس انا يعني ضد ان هو انا ما كنتش اعرف كذا. كل حاجه بتبان في الخطوبه، صح؟ كل حاجه يعني، حتى في حاجات بتبقى تبان بعد الجواز عشان خلاص عايشين مع بعض وقدام بعض 24 ساعه، ففي حاجات ما بتبقاش معروفه، بس الاكتر او الشخصيه بتبقى موجوده طب على طبيعتها في الخطوبه. بصي، في يعني الخطوبه انا ببقى مبسوطه بالحاله بتاعت الخطوبه، وببقى خلاص عملت شط كبير، مشيت مرحله، حضرت وبتاع، همشي؟ ممكن يصعب عليا امشي، بس اكمل وامشي مع 3 سنين مثلا او سنتين. هي بقى ما بتبقاش عندها الوعي ده، فمحتاجه حد زينا يفهمها ان هي لو مش دلوقتي احسن ما تمشي وهي معاها بيبي. وهي ماشيه دلوقتي، هي لسه قاعده في بيت اهلها، انت عارفه عشان بعد الجواز لما بننفصل محتاجين قد ايه؟ محتاجين نسال نفسنا اكتر من 30 سؤال ونرد عليه، ومحتاجين نقرر في 3 اشهر ل6 اشهر نقرر نمشي او ما نمشيش، مش قرار انا هتطلق وسلام عليكم في يومين وخلاص. بالظبط كده. لا، هو الحل، هو مش الحل، هو اخر الحلول. بتمشي شاط كبير من 3 شهور ل6 شهور، ده على حسب قدرتك على انت تعرفي تاخدي القرار. بالظبط كده. في كمان تكنيك، تلمي الشنطه بتاعتك ازاي، يعني ايه؟ يعني ازاي وانت خلاص خدتي قرار انك هتمشي، همشي ازاي؟ تلمي هدومك اللي انت بقالك سنين انت معلقاها في الدولاب ده، انت بقالك سنين نايمه على السرير ده، انت بقالك سنين بتبصي في المرايه دي، انت بتشيلي الميك اب بتاعك وتحطيه، انت بقالك سنين مش بتشيلي، انت بتحطي، يعني انت خدتي بالك؟ انا بقالي سنين بجيب ميك اب جديد وبحطه على التسريح، النهارده انا بلم كل الميك اب بحطه في شنطه، فانا بحط غير باخد. فانا لازم اعرف ازاي اعمل خطوات دي صح بطريقه علميه مدروسه، مدروسه من دكاتره، مدروسه من ابحاث، ازاي اقدر الم وانا ماشيه. هنام فين؟ انا بقالي سنين نايمه على المخده دي، هاخد مخدتي وانا ماشيه؟ طب هرجع بيت اهلي؟ طب هقدر ارجع الدنيا قبل ما امشي اشوف انا ايه البديل لده؟ بالظبط. هل هم اهلي هيقولوا لي انت السبب ولا هيبقوا واقفين في ظهري؟ هل لو رجعت بولادي هصرف عليه؟ في تشليون سؤال، اكتر من 35 سؤال الست بتسالها والراجل بيساله لنفسه، هعمل ايه؟ اخر خطوه هي الطلاق عشان تكوني فاهمه، لانه موجود. هو يعني هيطير هيروح فين دلوقتي؟ بقينا بنتسرع جدا، اللي هو شهر اتنين لا انا هتعب نفسي معاه ليه، اتطلق وخلاص. ما بنحاولش ان احنا نصلح او بنقفل دماغنا، اللي هو دي حياه مش سعيده، دي حياه مش نافعه. بصي، هو ده موجود والطلاق موجود، وممكن تقدري تعملي حياه واتنين وتلاته، بس وانا ماشيه من الحياه الاولانيه اللي انا عملتها ده حقك، كل اللي عليا فيها الاول اعمل ليه بقى؟ عشان لما ابتدي حياه جديده ما غلطش نفس الغلطات. في رسائل جايه لي في الحياه الاولانيه افهمها واعرفها، وبعدين افهم الغلط كان فين، عندي ولا عنده ولا عند مين بالظبط، عشان لما ابتدي حياه جديده ابتديها بقى على نور، ابتديها بحياه وانا مبسوط. او ممكن ما اتجوزش خالص، هي الست والراجل يعملوا اللي نفسهم فيه، بس تعيش مرتاح، ما تقعدش تلوم نفسها وتقعد تقول اصل يا ريت كان هو انا، تعرف ترد على الناس اللي هي ممكن تقول لها انت اتطلقتي؟ هو الناس اللي طلقتي ليه؟ طلقتي ليه؟ مش لسه بدري؟ تعرف ترد عليهم وهي عارفه ان هي واخده قرار سليم مظبوط، مش مذبذبه، مش مذبذبه. والحياه كمان تقدر تعيش فيها، جميل لو عشت في حياتي واقدر اعيش فيها وابذل فيها مجهود عشان اعيش فيها وانا مبسوطه واقدر اكمل وحتى لو لوحدي. بالظبط. إيه، عايزين نرجع لباقي الاسباب. كنا قلنا 3 اسباب. احنا كنا الرابع بقى تدخل العائله. ده
ده بيخرب بيوت كتير. بالظبط كده. تدخل العائله، الست بتضايق جدا والراجل بيضايق جدا لما بيبقى فيه تدخل الاهل. وانا بعذر الاهل هم بيبقوا خايفين على اولادهم، وبعذر البنت او الراجل لما بيحب يحكي لاهله وبالذات مامته او مامتها. هي ملهاش غيرها وهو ملوش غيره، بس الست والراجل يقعدوا مع بعض يعرفوا هي تسمح له يحكي ايه لحد فين، لحد فين. وهو كمان يسمح لها تحكي لغايه فين، ولما تحب تحكي معاه يسمعها. طب ما هو دلوقتي انا ما بسمعكيش، انت هتحكي مع مين؟ اكيد اي حد بقى، هي واحده صاحبتي بالظبط كده. طالما انت بتتضايق من النقطه دي، ما هو مش كل النقط فيها خلاف عند كل الناس. اللي بيسمعونا دلوقتي يعرف مين النقطه بتاعته اللي يعني دلوقتي وانا بتكلم في كام نقطه دي. فعلا اهلي بيتدخلوا. تبتدي بقى تقعد معاه تقول له طب ايه رايك نتفق مع بعض احكي ايه وما احكيش ايه، وتمسك نفسها. انا عارفه برضو احنا كستات يعني بنحب نتكلم كتير ولا غير بالظبط كده. طيب يعني معانا مداخله. اتفضل. ونرجع نكمل النقطه. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. الو، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا استاذه ايمان؟ ازاي حضرتك؟ انا بحييك على البرنامج الجميل ده وعلى موضوع الحلقه. فعلا موضوع شاغ جدا وموضوع مهم جدا في الايام دي بالذات، وخاصه المتزوجين. فتور العلاقه بعد الزواج او البرود العاطفي اللي حضراتكم بتتكلموا عنه في دلوقتي. انا بس عاوز سؤال بسيط، يعني ازاي يعني ابعد عن الفتور ده؟ عشان فعلا بعد فتره من الزواج وخاصه كمان بعد اول مولود بحس بفتور لا تتخيليه في العلاقه الزوجيه، وحتى كمان في العلاقه الحميميه. فايه الحل اللي ممكن ان نسال اللايف كوتش واستاذنك في السؤال ده؟ تمام، ميرسي جدا لحضرتك. مع السلامه. مع السلامه. والدكتور هترد على حضرتك. هو دلوقتي هل يعني بسؤاله، هل الاولاد بيبقى ليهم دخل في الفتور؟ طبعا، ما هي دلوقتي كانت هما الاثنين عصافير وما فيش مسؤوليات. وان فجاه هي جالها حاجه هي مسؤوله من حاجه صغيره شغلاها جامد. عارفه الحب بتاع الام لما بيترمي في قلبها من ناحيه طفلها بيبقى حب جديد مختلف. فالراجل طبعا بيحب ابنه او بنته بطريقه غير طبيعيه، بس الام هي مسؤوله عن بيبي، ما بينيمهاش طول الليل، ما بتاكله هي الحياه مختلفه. هو بالنسبه له هو طبعا انا يعني بترجاه ان هو بس يسمح لها، لان هي هتعدي، هي فتره وهتعدي. هو لو شاركها في حب الطفل وفي ان هم يقدروا يعيشوا مع بعض هم الثلاثه بحب واحد، الفتور هيروح، مش هيكون في فتور. بس الراجل بيغير. في ناس كده بيغير على مراته من ابنه او بنته. بالظبط كده. واخد وقتها اكتر الحاجات دي. انا فين؟ أنا كنت الأول بصحى الصبح بتعملي الفطار، بتصبحي عليا، بتضحكي، نقعد نضحك مع بعض، العلاقة الحميمية جميل، كل حاجة حلو. دلوقتي هي مش قادرة على أي حاجة. تعمل كل ده مع بعض. بالظبط. هو بس يسمح لها إن هي تاخد وقتها ويشاركها. وكل حاجة بتعدي، مفيش حاجة ما بتعديش. الوقت بيعدي، هيكبر البيبي في خلال 6 أشهر سنة. لو الموضوع مطول مع مراته لا، يقعد معاها بقى ويقول لها ستوب. أنا مطول معاها ازاي؟ طب في أطفال لحد 3 سنين بيكون لسه محتاجين رعاية شديدة جدا واهتمام شديد قوي من الأم، فهي برضو تعمل إيه؟ لا، هو ليه حق عليها؟ ليه حق عليها؟ أنا مع حضرتك، بس في أطفال بيطولوا في الاحتياج للأم تحاول. ما هو لو هو شاركها في التربية بتاعة الولد يعني في وقت معين؟ يعني بصي ماكسيم 3 سنين، بس هو الراجل برضو مش هيقدر يستحمل 3 سنين لان هو ليه متطلبات. فهي تحاول توازن ما بين الطفل والراجل، بس الراجل عليه برضو مجهود ان هو يشاركها في التربية بتاعت الولد. ما هو انا مش هطلب منك انك تربي، خلي بالك مني وتشوفي البيت، تشوفي كل الطلبات الحياة. مفيش حاجه تبقى ناقصه. حرام. طب مش هتقدر تعمل ده. سوبر وومن. مفيش. هتتعبي. أيوة. لو هو شاركها في الحياه معاها هيقدر يلاقي حياته القديمه. لكن لو هو ما شاركهاش وطلب منها كل ده مش هتقدر. وكمان في اللي هو الفتره
يقعد مثلا لفتره هي ما بيساعدهاش ما بيعملش، هي مش شايل معاها المسؤوليه، وهي بتتحمل سنه اثنين ثلاثه، وتيجي بعد كده تلاقي انفجرت. طبعا ما هي طاقه، ما هي مش قادره. لكن هي الحياه زوجيه، هي مشاركه. أنا في البدايه اصلا لازم نفهموا ان هي مشاركه. ما هو البيبي ده مش ابني، ما هو ابننا. ابننا بالظبط. لازم نركز على الحته بالظبط. كان في لسته اخر نقطه في اسباب الفتور. اخر نقطه بقى هي المفاجاه اللي الناس كلها بتفتكرها اول نقطه، الحياه الماديه. في ناس كتير جدا بتبقى الحياه الماديه بتخنقها، دي اخر نقطة. بعد الاربعه دول لما بعدي منهم وبطنشهم وما بشوفش ان هم دول مهمين عندي وما بعالجهمش، سايباهم كده وسايباهم، لما بتجيلي زنقه ماديه ما بقدرش استحمل. بقول استحمل ليه؟ ده بالنسبه للست. ده بالنسبه للراجل والست، او عليه هو او عليها او هي. هي طلباتها كتير، ببتدي بقى اتخنق بالظبط زي ما انت بتخنق. هي كمان بتقولك انا مش عايزه استحمل، ما انا عايزه برضو، ما انا عايزه حاجات انا صاحبتي. لكن لو انا بعالج الاربع نقط الاولانيين هتتغاضى. انا كنت قلت كده لا مش بضغط، بقدر استحمل ان الفتره بتاعه الضغط المادي تعدي معانا. انا وهو بنقعد مع بعض بنرتبها، بنشوف ايه اللي استغنى عنه وهو ايه اللي استغنى، عشان هي بقول لك هي حياه مشاركه. لما بطنش الحياه دي بتبقى بتبوظ بقى خلاص. لان كمان في ست مراحل في العلاقه الزوجيه بنمر بيهم. اللي هما ايه بقى؟ اول مرحله هي الحب والشغف، اللي هو لسه متجوزين جديد لسه حتى زمان. بس هقول لك حب وشغف يعني ايه؟ يعني بخرج معاكي وانا مبسوط، عايزه اقضي وقت بالظبط. بنتفرج على فيلم، انا قاعد بناقشك في الفيلم ده، شفتي الابيض والاسود، شفتي بيلبسوا ايه، عملوا، بناقشك، بشاركك في حياتي. بحب اتصور معاكي، بحب اتصور معاه، بكلمه في التليفون اقول له انت فين، بيوحشني طول النهار. الله بصي انا كلام جميل، ويعني يا ريت يكون الناس تتعلم ده. لو عرفنا انه موجود وادركنا انه موجود، انا مش بقول كلام في الهواء، انا بقول كلام واقعي موجود، ببتدي اشوفه. في ناس لو تقدر تكلمنا في التليفون هتقول فعلا انا بحب بشغف، بحب بيوحشني، بحب اعمله اكل، بساله انت عايز تاكل ايه؟ مش هناكل النهارده اي حاجه. اي حاجه. ايوه انت فاهمه قصدي؟ المرحله الثانيه الحب، بس بحبه لكن ما بيوحشنيش. لما باجي اسالك بتحبيه تقولي لكن بخرج معاه، لا بحب اخرج مع اصحابي. مش هو بيحب يقعد على القهوه. بحب العب بلاي ستيشن مع اصحابي، بحب يبقى عندي وقتي، ما انا محتاج يبقى عندي وقتي، بحب. بس ما فيش شغف، ده برضو حب، نوع من انواع الحب. بس وحش قوي. نوع وحش قوي. لا مش وحش قوي، بس هو مفيش شغف ما بيننا. بحبك بس مفيش اهتمامات ما بيننا. الرابع بقى الاهتمامات اختلفت تماما. انا ليا اهتمامات وهو ليه اهتمامات، انا ليا افلام وهو ليه افلام، انا ليا قنوات بتفرج عليها وهو ليه قنوات بيتفرج عليها، انا ليا اصحاب وهو ليه اصحاب. مفيش ما بيننا اي حاجه تجمعنا. انت خارجه، انا خارجه مع اصحابي. مش في تلاقي كابلز بيخرجوا مع بعض مع اصحابهم وفي بتلاقي لا كل واحد بيخرج لوحده. انا رايحه لماما، مش بنروح لماما وهنروح لمامتك. كل واحد مع نفسه حياته الخاصه بالظبط. وفي خناقات، انت بتروحش لمامتي ليه؟ مامتي، ما انت ما بتروحيلهاش، انا ما ببصتش عند مامتك. انا ما ببصتش عند اهلك. كل واحد فيهم اهتماماته مختلفة تماما، ليه حياة خاصة بيه، ليه حياة خاصة. هنا لازم نقف. اعرف هو انا ليه اهتماماتي بقت مختلفة. من البداية اهتماماتي مختلفة. طب لو من البداية؟ لو من البداية يبقى انا ابتدي اخلق اهتمامات جديدة تجمعنا. اكيد مليون في المية هقعد معاكي هيبقى في اي اهتمام، اي حاجه، فيلم مثلا، احنا الاثنين عارفين، اي حاجه، اي حاجه، خروجه، لعب، ماتش كوره، اي حاجه، في اي اهتمام بين الراجل والست دول في اي حاجه. هي اهلاويه، هو زملكاوي، طب اكله ان شاء الله يا رب، اي حاجه الاثنين بيحبوها او متفقين. لو اي اهتمام ما بيننا وما بين بعض، اهتمينا ببعض، هنلاقي. المرحلة بقى اللي بعديها وهي مرحلة خطيرة، الهروب. ما انا خلاص مفيش اهتمامات ما بيننا، سوري، الزهق. مفيش اهتمامات ما بيننا، بقيت ازهق. مش عايزة اروح البيت.
قاعد مع اصحابي مبسوط، تكلمني ابص على الموبايل ما ردش، يوه انا مروح. لما بوصف المراحل دي انا ببقى عارف ان انا واصل للنهايه، انا ماشي ناحيه النهايات وسايب نفسي. طب انا حابب امشي ناحيه النهايات دي ولا مش حابب؟ الزهق ده بعديها الهروب بقى، اللي هو بيهرب منه. انا مش عايزه اروح اصلا، هبات عند مامتي، انا مسافر، انا عندي مش عارف ايه، ولو اي حد خبط على الباب هفتح وهتسلى وممكن اقع، راجل او ست. او كمان لو حد عارف العلاقه دي عامله ازاي، في ناس كمان مش كويسه بتستغل ده. بالزبط. او يدخل للست او الراجل برضو. بالزبط. لانه عارف ان الحياه مش مستقره، حد من الصحاب سمع، حد في شغلها، حد في شغله كده. لو اي حد بقى في المرحله دي خبط على الباب، ممكن لو انا مش عامله لنفسي ديفنس وقوي جدا هضعف. بالظبط. بعد كده النهايه، ساعات النهايه بتبقى وحشه وساعات النهايه بتبقى خلاص ربنا حلل الانفصال. وننفصل باسلوب اللي انا كنت بقول عليه في الاول، روحي. حضاري وراقي، او بقى بنبهدل بعض، لان احنا من البدايه اللي انا قلتهم لك دول كلهم انا ما بصيتش عليه. وده بيكون يعني النهايه ايا كان شكلها ايه، بيكون ليه علاقه بالبيت اللي هما الاثنين ناشئين منه، او البيئه اللي هما اتربوا فيها. ده طبعا اكيد. يعني في ناس راقيه تلاقيها خلاص احنا متفقين على الانفصال وخلاص احنا مش نافعين مع بعض، بس باحترام. في ناس تانية تلاقي عندها طاقه عدوانيه وحاجه كده بتبقى موجوده، اذا كان من راجل او ست، هي تلاقيها راح تجري على المحاكم من غير ما نجرب نتعامل مع بعض باسلوب راقي الاول. ده اكيد، ده طبعا اكيد. والراجل مش هديكي مش عارفه ايه حقوقك مثلا، إيه مش هديكي كذا، هاخد العيال، اللي هو عدم التفاهم في الانفصال. بس لو في حد من الاهل كبير رزين يعرف يتكلم معاها، لان تمالي لما بتيجي تتكلمي معاكي، اتكلم معاكي سوري، او تتكلمي معايا وتهديني ههدى، غير لما انا اقعد اقول لك ايه، لا انت لازم طبعا ترفعي عليه قضيه وانت هتسيبي له حقك، بتبهدل الدنيا. انهي هتقدري تقتنعي بيها لما اقول لك لا اقعدي وفي الاخر وفي الاول هتعرفي تاخدي حقك بس جربي، ولا اقول لك لا 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 هو انت هتسيبي له الواد؟ وانت بيتك ده عملتي فيه ايه؟ انت لازم تاخدي حق البيت. انت عندي محامي، الو لو سمحت احنا جايين لحضرتك. الناس بيشجعوا على بينهوها بشكل مش حضاري. بالزبط. وحاجه مش حلوه. فهي في الاخر مين اللي هيتعب؟ هي وهو كمان. بس يعني انا دلوقتي قعدت معاكي وقلت لك لازم تروحي وتعملي وتبهدلي الدنيا، انا روحت بيتي نمت على سريري قاعده مع جوزي، ومين اللي متعبان؟ هي. مين اللي بيته اتخرب؟ هي. مين اللي هو مش عارف هيعمل ايه؟ هو. بوظت لها الدنيا وخلاص. مشيت. او هو صاحبه بوظ له الدنيا ومشي. ما تعرفيش اللي قدامك ده نفسيته شكلها ايه؟ هل هو من البدايه غيران منه؟ هل هي من البدايه مش فرحانه لها؟ او مش بتحبها؟ او الاهل غصب عنه. يعني تملي ما تقوليش انا اهلي هم، لا غصب عنه خايفين على ابنهم او بنتهم. وبعدين هم ما سمعوش غير من طرف واحد، انا لما بتضايق بروح ارمي. واكيد بيكونوا واقفين مع الطرف اللي يخصهم. بالزبط. يعني بنتهم او ابنهم. بالظبط. وانا لما بتضايق بروح اترمي في حضن مامتي وبقول لها الحقي ده عمل 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 بتزعل علشاني والطبيعي تبقى معايا. ما بروحش اقول لها ده جاب لي وسوالي وخرجني وعمل لي. ما بفتكرش. بنفتكر والله. اي بس ما بفتكرش اشكي. انا ما بفتكرش غير ساعه هو مضايقني هو عمل لي ايه. وبعدين اتكلم مع حد. الستات عندها عيب رهيب، عندها قدره ان هي هتجيب لك من 10 سنين فاتت. 10 سنين 20 سنه كمان. ايوه بالظبط. من 3 سنين حصل تلاقيه تك تك تك. لا وبيفهموا كمان اللي هو الست دي انت قلبك مش نظيف، انت ازاي فاكره حاجه من كذا سنه عدت، انت بتشيلي قوي. بالظبط. بس هو ده في الستات على فكره، انا دورت عليها وعملت بحث عليها. يعني دي حاجه غصب عننا، دي حاجه غصب عن الستات. عشان بس ويفهموها. قدروها ويفهموها. انا عملت بحث عليها، لقيت الست عندها قدره رهيبه تفتكر من ايام الطفوله. وتجيب بقى وتتلذذ. بس برضو ما نوصلش اللي هو بقى حته تانية اللي هو كفران العشير. لا بصي، هو بس احنا نفهم، الراجل يفهم الست عندها النقطه دي، هي هتطلعها في لحظه وهتسكت.
وخلاص. ايوه هو بس يعني يفهم، لان في لغه حوار بين الراجل ولغه حوار بين الست. احنا بنتكلم بطريقه وهما بيتكلموا بطريقه. طبعا مش عايزه اعمل اعلان، بس في اعلان كده بتاع الست والراجل، هو قصدها ايه وهي هو قصده ايه وهي قصدها ايه. اللي هو نحاول نفهم بعض بالظبط كده. هو في لغه حوار، نفهم بس ان الست عندها لغه حوار والراجل عنده لغه حوار. كل حاجه بتمشي لما يبقى في تفاهم، واقدر اتنازل عشان اعيش، احب اعيش بحياه سعيده كده. دي الاسباب كلها. دي الاسباب. مفيش كفايه عشان كفايه حلوين قوي. طيب يعني في الاخر عايزين نوجه رساله للزوجين اللي خلاص حصل ما بينهم فتور، واحنا قلنا نصايح كتير، بس عايزه الرساله يعني تجيب من الاخر. طيب بصي هقول لك على حاجه، اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي اول حاجه جت في دماغك او في دماغك هي دي النقطه بتاعتك بتاعت النهارده، مش بتاعت امبارح ولا بكره. يعني هو دلوقتي عنده مشكله مع خلاف الزوجيه في العلاقات، مثلا مع الاهل، مع العلاقه الجنسيه، ان هي بعصبيه، اللي جه في دماغه دلوقتي يحدد مشكلته وهو بيسمعنا، يبقى هي دي اللي لازم يبحث عليها. يبحث عنها ازاي؟ لو عنده قدره ماديه يروح طبعا لحد متخصص، ما عندوش قدره ماديه يسمع البرامج زي اللي احنا فيها دي، يشوف على الانترنت، يخش ياخد كورس، يدور على اليوتيوب حاجات يثقف نفسه، يثقف نفسها، ما تسيبش نفسها كده الدنيا بايظه. بالظبط، ما تحاولش ان هي تسمع صاحبتها، لان ما اعرفش صاحبتها هتقول لها ايه، النفوس فيها ايه او بتحبها او لا. بالظبط كده، عليكي نور. تاني حاجه نعرف ان احنا عندنا احتياجات، كل واحد فينا عنده احتياجات، تعرف احتياج جوزها ايه وتحاول تملاه، وهو يعرف احتياج مراته ايه ويحاول يملاه، عشان ما اقولش حاجات كتير. احيانا بيكون فاهمين فعلا احتياجات بعض غلط، اللي هو انا بعمله كويس وبعمله كذا وبعمله كذا وبعمله كذا وهي حلوه جدا فعلا، بس مش هو ده اللي هو عايزه او مش هو ده اللي هي عايزاه. فدي برضو نقطه ما بناخدش بالنا منها، اللي هو مثلا ده انا بعمل له اكله وبعمل له لبسه وبعمل له هدومه ومش عارفه بعمل له ايه، وهو مش عايز كده، هو ليه احتياجات تانية بس انا مش فاهماها. الاحتياج بتاع الست بيختلف عن الراجل. الست عندها الاهتمام فبتديه، بس هو الراجل عايز تشجيع، عايز تشجعيه تحسسيه ان هو حاجه كبيره. دي برضو حاجه موجوده في الرجاله، بيحبوا حد يفضل. مش بتلاقي راجل مع ست مش مديها اي حاجه خالص ولا بيهتم بيها ويسيبها ويتجوز واحده تانية وتقولي هو ماله اختلف كده ليه؟ طب ده بيبقى ايه؟ ده هي الست شاطره عارفه مفاتيح الراجل. نعمل حلقه تانية عن ازاي هي الاولانيه تعرف مفاتيحه. بالظبط، لان هي في مفاتيح كتير للراجل وفي مفاتيح للست، ما هو معلش برضو الست ما تتظلمش. زي ما الست بتبذل مجهود لازم الراجل كمان يبذل مجهود. حضرتك كنت منورانا وبجد انا سعيده بوجودك معانا النهارده، وللاسف خلصت وقت حلقتنا، واستنونا في حلقه جديده من ساعه